الأوروبيون في مجرد إجراء قضائي أقل أهمية أن يتحركوا عندما تدخل في حكم قضائي لهما بعده. وقد يظن معاليه أنه تجنب ذلك المحور، وأنه في التجنب يعفيه من مضامين قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض وذيك تك في المأموريتين وزيادة، أي جعل لهم سلطانا وقوة وغلبة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لم ترد كلمة عن هذه الثلاثة ولا الأربعة في برنامج 5 سنوات، رغم أن الزكاة من الوظائف المسندة خصيصا للحكومة. السادة الحكومة سليمان عليه السلام كان يركب بساط الريح يحمله حيث أراد، فداخله شيء من الزهو فمال به البساط وأوشك أن يلقيه، ثم سمع من البساط قوله: أمرنا أن نطيع كما أطعت الله. الاستقرار يا سادة يا حكومة يا صاحب المعالي ورائكم صاحب الفخامة لا يكون إلا بتنفيذ استراتيجية الصلح مع الله وأحكامه ولله عاقبة الأمور. فكيف يا سادة الحكومة تأكل حكومتكم الربا وقد نهوا عنه؟ كيف يأكلون الربا وقد نهوا عنه؟ اللغة العربية الرسمية دستورية واللغات الوطنية غابت عن المأموريتين في برنامج رئيس الجمهورية، وغابت عن برنامج رئيس الوزير الأول، فغابت السيادة الوطنية. الشكر على الاعتراف الضمني بعدم مصداقية الميزانية وشفافيتها، الصفحة 5 لتعبيركم بالنص: في أفق 2016-2030 سنعمل على تصحيح وضعية المالية العامة وتعزيز مصداقية الميزانية وشفافيتها. شكرا على استبعادك من 2015 لأن ميزانيتها لم تكن شفافة ولا ذات مصداقية، وهذا اعتراف يكرس الحقائق التالية: غياب التأطير الميزانوي الذي تمكن أصحاب القرار من أن تكون لديهم توقعات وإحصائيات موثوقة من حجم الموارد والمصروفات فضلا عن معلومات عن المناخ الاقتصادي. غياب التحكيم الميزانوي النظامي الذي يمكن وزارة المالية والوزارة الأولى من التأطير الجيد والتحليل الحاجيات المالية لمجموعة القطاعات الوزارية في البلد. على الأغلب لا يتم تقسيم الاعتمادات الميزانوية على أساس المعطيات المقدمة من طرف الهيئة الإدارية المعنية ولا على برنامج نشاط سنوي ومتعدد السنوات، بمعنى أن الإدارة تتصرف بشكل عشوائي رغم اللامركزية للأمر بصرف الميزانية، ورغم إدخال نظام رشاد وشبكة المراقبين الماليين الوزارة، فإن أعضاء الحكومة لم يتمكنوا في أي من الأيام من تنفيذ ميزانياتهم كما يريدون وحسب رؤيتهم لتسيير ذلك. ذلك أن وزير المالية والذي نسمع غبار نشم رائحة الفساد في قطاعه ونسمع عنه ونشاهده هذه الأيام هو أو رئيس الجمهورية، لديهم دائما تلك اليد الخفية التي تعيق أعضاء الحكومة عن ممارسة مسؤولياتهم وسلطانهم. الغلاف المالي الوطني المخصص للاستثمار لا يعدو كونه ضجة إعلامية لا علاقة لها بالواقع الحقيقي، وإننا في الحقيقة أمة تعتاج على العون الخارجي ولا تبذل أي جهد من أجل رفع مستوى الاستثمار في البلد. على الرغم من المبالغ الهزيلة لمصارف الاستثمار، فإن الموارد الضريبية تستمر في الارتفاع مشكلة أعباء كبيرة على المواطنين الموريتانيين. وهكذا فإن هذه الموارد الضريبية ارتفعت من 87 مليار أوقية 2006 إلى أكثر من 28 مليار في عام 2015، وتمثل في الواقع أكثر من 70% موارد الميزانية، وبذلك تكون قد تضاعفت في 3 مرات خلال فترة من 2006 إلى 2015. نعم سيد الرئيس، عندي بعد شيء من القضايا هون. إلا أن الفساد بعد ما اسمه في الميزانية سيد الرئيس. ونهني أنفسنا ونهنئكم على اختياركم لقيادة العمل الحكومي في بداية المأمورية الجديدة، الذي نرى فيه حرصا من الأخ الرئيس على مواصلة وتيرة الإنجازات الهامة وتعزيز المكتسبات التي حققتها حكومة سلفكم الأخ الدكتور مولاي محمد لقب، والتي أدرتم قطاعا من أهم قطاعاتها بكفاءة عالية مكنت من إنجاز الكثير من البنى التحتية الضرورية. إن البرنامج الذي قدمتم لنا بمحاوره الثلاثة وخطوطه العامة كان برنامجا طموحا وواعدا يبعث على الأمل على مزيد من الأمل ويدعو إلى الارتياح أكثر بالنسبة للذين يقيمون الأمور تقييما موضوعيا. أما الذين يحكم تقييمهم وتحليلهم منطق آخر كالأحكام المسبقة، فإن نتائج تقييمهم لا محالة تكون مختلة فيرون ما لا يرى الناس. نحن يهمنا في المقام الأول كمهتمين بالشأن العام وبحكم خلفيتنا الاجتماعية تأكيدكم وحرصكم على متابعة الخطط والبرامج ومضاعفة تنفيذ المشاريع التنموية بما يوفر فرص العمل للمواطنين بشكل دائم، بالتركيز على القطاعات الاجتماعية والمنتجة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية بما يحقق النمو المشروع الذي يغير أوضاع الناس نحو الأحسن.
استجابة مع التوجهات الوطنية المعلنة ومع السياسات المتبعة. تلك التوجهات والسياسات التي أحدثت تحولات جوهرية في حياة الناس يقتضي إنصاف التسليم لكم بها ولا اعتراف بالآثار الإيجابية لها، فقد لامست هموم المواطنين وبعثت الأمل في النفوس بعد يأس طويل جراء تخلي الدولة عن وظائفها الأساسية منذ 82. فوضعت سياساتكم هذه المنحاسة بخططها وببرامجها التنموية حدا لمعاناة السكان، وخففت من التأثير السلبي للسياسات الطاحنة الناتجة عن الخيار الليبرالي المتعاحش وتدخلات صندوق النقد الدولي المشحفة. فذاق الموريتانيون حلاوة الاكتتاب من جديد في الإدارة والصحة والتعليم عن طريق تنظيم مسابقات، وتم توفير آلاف من فرص العمل في شتى القطاعات. واصلوا هذه السياسات في ظل مسيرة الإصلاح والتغيير بمزيد من إرساء دعائم العدالة الاجتماعية وتطوير الاقتصاد الوطني القائم على الإنتاج حتى يكون قادراً على توفير العمل لسائر المواطنين بفرص متساوية وبمزيد من تعبئة الموارد لأغراض التنمية. وسيظل الشعب الموريتاني ونخبه الواعية معكم ومن ورائكم لرفع التحديات وللوقوف في وجه الحملات الدعائية المغرضة مهما كان مصدرها وجيهتها التي تقف وراءها. معالي الوزير الأول، إننا في الموالاة لنعتز بأن دعمنا يقوم على أساس خياراتكم وتوجهاتكم لا على أساس امتيازات قائمة أو متوقعة، ونرى أن هذا النظام الذي وقف في وجه العواصف التي مزقت دولا ودمرت شعوبا وامتلك رؤية للتغيير مكنته من العبور بالبلد إلى شاطئ الأمان لا يستحق دعم أصحاب الضمائر الحرة. ويكفيه فخرا أنه قام خلال المأمورية الماضية بقطع العلاقات مع أعداء الأمة، أعاد الاعتبار لعلمائنا ولأئمتنا، فتح إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة وطبع المصحف الشريف، بنى المساجد وأعاد الاعتبار لمادة التربية الإسلامية، جرم الرق وحاربه بالخطط العملية والبرامج الاقتصادية، عالج مشكلة الإرث الإنساني وعزز الوحدة الوطنية، حمل حريات الفردية منها والجماعية واحترم حقوق الإنسان، طور المؤسسة العسكرية والأمنية، حارب الفساد المالي وفرض احترام المال العام لأول مرة، أقام البنى التحتية الضرورية وأحدث طفرة نوعية في مجال المعادن، قام بإصلاحات دستورية عبر حوار مع أطراف وازنة في المعارضة وترك باب الحوار مفتوحا، فرض حضورا مؤثرا وفاعلا لبلدنا على الصعيد الإقليمي والدولي، رفض التبعية جاعلا من بلدنا شريكا فاعلا في السياسة الدولية. تميزت قيادته للاتحاد الإفريقي بالحيوية وبالحكمة وبالشجاعة، ونجح في نزع فتيل الحرب بين الأطراف المتحاربة، وها هو بالأمس القريب يقوم بمد يد العون لأشقائنا في غينيا وليبيريا وسيراليون، معبرا بذلك عن الكرم الموريتاني الأصيل وعن واجب التضامن العربي الإفريقي. فنظام هذه حصيلته وتلك توجهاته من الطبيعي أن يظل يحظى بالولاء وبالمساندة لأنه ينفع الناس والعبادة. قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقد حان الوقت لأن يدرك العقلاء والحكماء فينا ذلك لينخرطوا معنا في مشروعنا الكبير لصالح موريتانيا والموريتانيين من أجل غد أفضل. إن كل المكتسبات التي تحققت يا صاحب المعالي تبقى في مهب الريح ما لم نرسخ في نفوسنا فكرة الدولة وفكرة الولاء لها، فليكن انتماؤنا لهذه الدولة لا للقبيلة ولا للجهة ولا للعرق. شكرا والسلام عليكم. Monsieur le ministre, après avoir reçu le financement de la FADES, le programme de développement durable des oasis vient de faire une compression de 42 employés du projet. Mais à la grande surprise de ces derniers, on est en train de recruter d'une manière discrète et sélective parmi ces mêmes employés. Ceci demande plus de transparence, d'équité et d'égalité de chance. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement doit veiller au respect des délais d'exécution de la qualité des projets. Cela m'amènera à déplorer le retard considérable des projets de construction des classes au collège de Rosseau et celui de Rosseau 1 primaire, dont les travaux ont débuté depuis 2012 et à ce jour, ils sont loin d'être achevés. Tout comme les 42 km de réseau électrique dans les quartiers périphériques de Rosseau, dont le début des travaux date de novembre 2012. Le stade de Rosseau, dont le chantier a débuté il y a 2 ans, n'a même pas encore eu 5% de réalisé. En ce qui concerne la maison des jeunes, seul du fer à béton et quelques planches sont déposées sur le site de chantier, et cela depuis plus d'une année. Monsieur le Premier ministre, pendant que 2015 est déclarée année d'éducation, le lycée de Rosseau connaît un grand dépassement de sa capacité d'accueil. Cette situation a obligé beaucoup de parents, malgré leur manque de moyens, à inscrire leurs enfants au privé.
Le retard de deux lots du collège de Rosso, motivant le transfert des élèves vers le lycée, fait qu'ils montent à 13 heures pour descendre à 18 heures, soit 5 heures seulement de cours. En divisant du temps des pauses, de la période aux heures de l'Asr, ces enfants se réduisent à 3 heures de cours par jour, et cela depuis plus de 2 ans maintenant. À cette situation s'ajoute le manque de professeurs, aussi bien au collège qu'au lycée. À ce jour, il y a toujours des classes sans professeurs de français, maths, physique, chimie, de sciences naturelles. Il y a un mois, un professeur de maths classique a été affecté pour une classe de collège. C'est du jamais vu. Les professeurs sont tous devenus des servants généraux, pendant que l'on recrute des professeurs dont le niveau est très faible. La procédure de passage des élèves de la quatrième année vers la cinquième, qui est liée aux notes du brevet, est une catastrophe. Cela pénalise les enfants et doit être revu. Monsieur le Premier ministre, paix durable et unité nationale est tributaire d'un état de droit garanti par une justice indépendante et transparente, capable de rendre justice à tous sans manipulation ni influence. La capacité de nos magistrats doit être renforcée et leurs conditions améliorées afin de les mettre à l'abri des tentations. Pour l'équité et l'égalité citoyenne, l'État doit veiller à une répartition équitable des ressources et des responsabilités à tous les niveaux. La HAPA doit garantir l'accès à l'information pour tous les citoyens par l'amélioration du temps d'antenne accordé aux langues nationales dans nos médias publics, radio et télévision. Je profite de l'occasion pour remercier le grand travail de professionnalisme qui est réalisé par les agents de ces deux entités ici, accrédités à l'Assemblée nationale. Je veux dire les représentants ici, le travail est remarquable. Monsieur le Premier ministre, des 24 000 rappelés du Sénégal, seuls 8 000 sont encore recrutés à recenser. Qu'est-ce qui les empêche d'être recensés, Monsieur le Premier ministre? Quel est le problème? Nous voulons être édifiés sur leur situation et leur sort. Ces derniers continuent à vivre avec leur famille, sous des hangars, dans des conditions lamentables, sans aucune ressource. L'agence Tadamoun, depuis sa création, s'est complètement désengagée. Les éleveurs n'ont jusqu'à présent pas été indemnisés. Les écoles conçues dans certains camps ne sont dotées que des classes de la première à la quatrième année, sans cinquième ni sixième année. Il n'y a aucune coordination entre les IDN pour recaser ces élèves dans d'autres écoles afin de continuer le cycle primaire. La majeure partie des enfants n'ont pas de papier état civil. Monsieur le député. احنا في شنقيطي جبرنا توقيع لا كونفنسيون لتعبيد طريق اطار شنقيطي. احنا في شنقيطي واذا لا يغيركم اطلبوه ويدور يعدلكم. لا تمواحلين لا في ذاك وفي ذاك والتعليم وكذا وكذا، اوحلوا في شيء تطلبوه الحكومه. وراكم تكسروا اذنيكم اذا كان ما عدلكم. احنا في شنقيطي وعدلتنا الشنقال فيكساسيون دي دين. وعدلت فينا 30 هكتار مزقنا بالدشرة الحماية من الرمال. احنا في شنقيطي يوزع لنا السمك مجانا. احنا في شنقيطي عندنا دكاكين امل. احنا في شنقيطي عندنا بنوك. احنا في شنقيطي وكالة النفاذ الشام جزاها الله خيرا تدخلت بامتياز هاي سنة واحدة من انابتي فات اتحقق هذا بفضل سياسة العدل والرشاد اللي تمتع بها فخامة رئيس الجمهورية. لم أكن يوما من حزب إيبير وجيت للبرلمان عن طريق حزب الشعب الديمقراطي اللي يرأسه محمد واللبنو، وأشيد به هون على أنه من رجالة قاموا إلين لحقوا الشنقيطي المرحلة وعقبوا خلاه بين أيد فخامة رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز وعدل هذا. محمد واللبنو المربوط اسمه بالطريق جبل محمد ولبنو. ونوه بالدور المرحوم سيد محمد العباس اللي سقى شنقيطي 17 سنة ما عالم به أحد. ونوه بدور الدكتور سيد أحمد المقية اللي داوى المرضى على حسابه الشخصي من مدينة شنقيطي لين لحقوها العزيز، واليوم ما تاو فاصلين في طريق ولبنو، ولا تاو فاصلين في والعباس رحمة الله عليه، ولا تاو فاصلين في ريزين ترافاسيون دي دكتور بروفيسور محمد سيد أحمد المقية اللي عندها كامل توفر لهم. ضرك هذه سياسه الحكومه معالي الوزير الاول اشكركم عليها، وانا متاكد انها الدور تطبق. الا كسرت لها شوي هون على ان هون روايه كنت في بعض مشروع خلال 3 سنوات
1478 كيلومتر في عدة مناطق قبيل الديرون بين قوسين الشنقيطي مبرمجة 2016، لأنكم معالي الوزير سنيتم سنة حسنة وتشكرون عليها، هي التشاور مع النواب. معالي الوزير الأول شكرا لفخامة الرئيس، مرحبا به وأهلا وسهلا في شنقيط، والعادة خلق تقصير سبب احنا الشنقيطي، لأن احنا اللي جبرنا كامل هو الوساني يوم إذا قلت على أنه الشنقيطي ما هم فاصلين في شيء ولا يدوروا حد يعطيهم شيء، لا خصوصي ولا العمومي، وسببه ما هو جاي من فراغ، لأن احنا بلا قايف شيء مع فخامة رئيس الجمهورية. شكرا سيد الرئيس، شكرا معالي الوزير الأول، شكرا أعضاء الحكومة كلكم وحده. شكرا سيد الرئيس، مرحبا معالي الوزير الأول والسادة الوزراء زملاء النواب. من خلال هذه السانحة أود أن أتقدم إلى جميع إلى جمعكم الموقع بملاحظات هامة فيما يتعلق بالمحور الأول من سياستكم الموقع، وطالب بالنقاط التالية: تساوي الفرص بين أمام كافة المواطنين لغلق الباب أمام محاولة المساس باللحم الوطني، الاعتناء بأجيال المستقبل لكي لا يسلكوا مسلكا منحرفا مثل السرقة والإرهاب إلى آخره. المحور الثاني: دعم المواد الغذائية، لأن المواطن البسيط والضعيف يتوق إلى دعم حقيقي للمواد الاستهلاكية مما ينتج عنه تخفيض الأسعار، وخاصة المواد الغذائية مما يسمح بأدنى عيش كريم لطبقات الهشة والمحرومة، والعمل على خفض المحروقات المواد المحروقة. المحور الثالث: تعزيز أداء مردودية النظام التربوي. لا أرى أن من ذلك إغلاق الباب أمام طلبة المحاضر بعد بعدم السماح لهم بالترشح للبكالوريا وربط الترشح برقم وطني ذاك لتعليمنا الأصلي، وذاك نختاركم السيد المعالي الوزير تنتبهوا له وتتراجعوا عن ذاك القرار. بخصوص إنشاء معهد لتكوين الأئمة، لماذا لا تستثمر تلك الميزانية المفترضة في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية الذي توجد المعهد العالي الذي توجد به شعبة للإمامة والخطابة، ويعتبر ذلك دعما له في إطار دعم التعليم العالي الذي يعتبر المعهد أولى مؤسساته. وشكرا للعالم قال إشارة أعطيته زملائي. فإن العمل البشري من طبيعته لا يزال فيه تمحيص وتكميل، وبذلك فإننا نعتبر أننا سنزودكم بملاحظات علها وعساها إذا تدرست أن تكون فيها بعض التكملة لبعض الجوانب التي تحتاج إلى تكملة. لقد قدمتم سياسة الحكومية تحت ثلاثة محاور. المحور الأول والذي يعنى بتوطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية، في هذا المجال تكلمتم عن الأمن وما تحقق فيه، وإننا لنحمد الله على ما من به علينا من أمن وطمأنينة، ونشكر حكومتكم الموقرة على ما قامت به في هذا السبيل، لأن الأمن مسألة أساسية. قال تعالى: إلاف قريش إلاف من حتة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كذلك لقد قمنا بجولة في الأيام الماضية شاهدنا فيها ما بذل من جهد لإعطاء الجهات القائمة على ذلك ما يمكنها من القيام بتلك المهام. كذلك تكلمتم عما تحاولون فيه مستقبلا
الحد من تدفق الهجرة إلى بلادنا، وهذه مسألة جد مهمة. كذلك تكلمت مع ما تقوم به الوكالة الوطنية الوثائق المؤمنة، وهذه مسألة أيضا ضرورية لبلادنا لمعرفة الموريتاني من غيره. في هذا المجال تكلمتم عن القضاء، وهنا نقترح مراجعة كافة القوانين وغربلتها لتكون ملائمة لشريعتنا الإسلامية كما نص عليه دستورنا. وهذه مسألة قد يظن البعض صعوبة فيها أو تضييقا، والأمر ليس كذلك، إلا أن الوقت لا يسمح بشرح ذلك، وهي ولله الحمد مقررة دستورية. كذلك من الملاحظات أننا نقترح أن تكون العدالة شرط في الاكتتاب القضائي، أن يكون السلوك سلوك الفرد قبل تقلده للمسؤولية كما نص عليه علماؤنا، وكما كان مساعدا إلى حد كبير في وجود العدالة. كذلك في مجال الصحافة تكلمتم أيضا عن الحرية التي أعطيت للصحافة وما ينبغي أن تكون عليه، لكن ينبغي أن تكون هناك حدود حتى لا تتجاوز إلى الثوابت الدينية أو الثوابت الوطنية التي يتفق عليها الكل. كذلك في المجال الاقتصادي تكلمتم عن موضوع الميزانية والشفافية التي ينبغي أن تكون فيها وتصحيح الوضعية المالية، وهنا نقترح أن تكون من المداخل الأولية في الميزانية الزكاة، لأنها من المداخل المعروفة في بيت المال، وأن تكون الضريبة على العكس من ذلك، لأنها في فقهنا مسألة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وبذلك فينبغي أن تكون الزكاة من أول ما يدخل الميزانية، وخاصة أنكم تكلمتم هنا عن كثير من المسائل يتعلق بمحاربة الفقر وآثار الرق، وهذه كلها مسائل معروف مكانها في الزكاة. في المجال كذلك في المجال الموارد البشرية وتوسيع النفاذ للخدمات الأساسية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، زملاء النواب، أرحب بكم معالي الوزير الأول والوفد المحترم المرافق لكم. لم يعد خافيا على أحد أن شعبنا حقق في ظل المأمورية المنصرمة لفخامة رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز مكتسبات لا رجعة فيها، منها استقلالية قرارنا السياسي وانحياز سياساتنا الحكومية للفئات الأكثر فقرا وتهميشا، ومعالجة وجبر تصدعات النسيج الاجتماعي لبلدنا، وتسخير ثمار النمو الاقتصادي لتحسين نفاذ المواطنين للخدمات الأساسية، وشروع بلادنا في تنفيذ مشاريع بنيوية تحتية عملاقة بعد أن كانت عاجزة عن توفير نسب المشاركة الرمزية بالمشاريع الممولة من طرف شركائنا وأصدقائنا من طرف أصدقائنا وشركائنا في التنمية. معالي الوزير الأول، إنما تحقق على صعيد الأمن يشكل فخرا واعتزازا لنا جميعا، لأنه لا تنمية بدون استقرار، ولا استقرار بدون سيادة، ولا سيادة بدون أمن، ولا أمن بدون قوة عسكرية وأمنية مؤهلتان لذلك. لذا ندعو إلى مواصلة وتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال وتعميقها، ومن أجل تفعيل سياسة لا مركزية المعلنة من طرفكم معالي الوزير الأول البرنامج المقدم إلينا، ينبغي استحداث جهاز حكومي، وزارة أو وكالة مهمتها متابعة هذه المهام واقتراح سبل تطويرها لأهمية هذا القطاع وارتباطه بحياة المواطنين ومعاشهم اليومي. وعلى صعيد تطوير خدمات الإدارة المركزية والإقليمية، نسجل بارتياح ما تحقق في هذا المجال من اكتتاب لحملة الشهادات وتقريب خدمات الإدارة من المواطنين وأهمية الأهداف المعلنة من طرف معاليكم، ونرجو
أن تسعى حكومتكم المقرة إلى اشتراط مستويات علمية وفنية رفيعة لكل الراغبين في الدخول لسلك الإدارة الإقليمية ومراجعة نظام العلوات والتحفيزات المتعلقة بهذه الفئة من الموظفين وتوسيع وتكثيف التكوين لكل الموظفين المستفيدين من هذه البرامج، وتنظيم اختبارات دقيقة لترتيبهم حسب قدراتهم العلمية والفنية. أما الحماية المدنية فينبغي أن تتحول الإدارة العامة للحماية المدنية إلى وكالة وطنية لاستشراف ومواجهة المخاطر والكوارث المحتملة. معالي الوزير الأول، إن توجهكم نحو تعزيز منظومة القضاء وتطويرها يعتبر حجر الزاوية في مجال تأصيل دولة القانون، وفي هذا الإطار نوصي بالعمل على أن تقوم المحاكم بالتحرير الفوري للأحكام ونشرها عبر نظام معلومات للقطاع يمكن الإدارة المركزية من متابعتها ويسمح للمتقاضين بفرص متساوية والعمل على تحديد أجال واضحة ومعلنة للبت في القضايا المعروضة أمام المحاكم وجدولتها حسب تاريخ الورود، واستحداث جائزة سنوية للقضاة الأكثر كفاءة ونزاهة، كما ينبغي العمل على توسيع السجون وتحسين وضعيات نزلائها وضمان استمرار التوجيه الديني والمدني والصحي للسجناء. وبخصوص الوحدة الوطنية، نثمن عاليا إنهاء ملف الإرث الإنساني وإكمال عودة ودمج اللاجئين وتجريم الاسترقاء وإنشاء وكالة وطنية للقضاء على أثارهم ومخلفاته. وهنا نطالب كافة الفاعلين السياسيين الوطنيين بالمشاركة في تفعيل خارطة طريق للقضاء على أثار الاسترقاء. معالي الوزير الأول، إننا إذ نثمن السياسة الاقتصادية الحكيمة التي مكنت من تحقيق التوازنات الكبرى ومواصلة تمويل المشاريع التنموية بالموارد الذاتية للوطن، كما مكنت من استقطاب التمويلات الخارجية في ظرفية اقتصادية دولية صعبة، لنتطلع إلى ترجمة أولويات هذه السياسة طبقا لبرنامجكم من خلال تحقيق الأمن الغذائي عبر تشجيع الزراعة بكافة أشكالها ودمج فعلي لقطاع التنمية الحيوانية ضمن المنظومة الاقتصادية وإنشاء صناعات وطنية معتمدة على المواد الأولية المحلية. كما ينبغي منح رجال الأعمال الذين يوظفون أكبر قدر من العمال ضمن شروط قانونية سليمة مزايا وتسهيلات خاصة. معالي الوزير الأول، فيما يتعلق بتنمية المصادر البشرية، فإننا نعتبر التربية والتعليم هما محور ذلك المجال، لذا نذمن إعلان سنة 2015 سنة للتعليم، ونؤيد توجه برنامجكم صاحب المعالي نحو النفاذ إلى خدمة التعليم. كما نذمن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بإعادة التربية الإسلامية لمكانتها الطبيعية انسجاما مع التوجه الحضاري الشامل للبلدي. وهنا نطالب بتفعيل توصيات منتديات التعليم والتربية والعمل على الفصل بين عمليتي التأطير والتقويم. واعتماد مقاربة منح الحوافز للمدرسين على أساس الأداء والإنتاجية وتعميم تجربة ثانويات الامتياز على مختلف ثانويات الوطن وتجهيزها بالمخابر الضرورية، وتحفيز خاص وإعادة الاعتبار للغة العربية ليس باعتبارها لغة ديننا الجامع فقط، وإنما لأن آراء الخبراء تقول إنه ما من مجتمع استطاع النهوض بغير لغته الأم، وما من وحدة وطنية إلا من خلال وحدة لغوية. كما ينبغي أن يعطي هذا الإصلاح مكانة لائقة للغاتنا الوطنية البولارية والصونيكية والوفضية والانفتاح على اللغات الأجنبية الأخرى. نسجل بارتياح معالي الوزير الأول التحسن الملحوظ في مجال الصحة العمومية وإنشاء وتجهيز للمستشفيات والمراكز الصحية. وهنا نطالب بإنشاء قناة للتثقيف الصحي على غرار قناتي البرلمان والشباب الواردتين في برنامجكم. كما نطالب بتكثيف ومواصلة الجهود المبذولة لرقابة جودة الأدوية. وفي الختام أشكركم معالي الوزير الأول، وأشكر وأهنئكم على السلوك الرفيع والتعاون الكامل والانفتاح الواسع على كل الفاعلين السياسيين، وأتمنى لكم ولبرنامجكم كل النجاح. شكرا سيد الرئيس. الأول موقر، أنا في جملة قريتها في الصفحة الأولى استفزتني، ورغم أني جبت أغبابيد من هذا
البرنامج هي غير تم تطاردني هذه الجملة في كل سطر. هذه الجملة تقول: وعلى سبيل مستوى الإصلاح الإصلاحات السياسية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي غيرت بعمق وجه البلاد في هذه السنوات الماضية. احنا قدام فترة من 7 سنوات بين الانقلاب والانتخاب كافية لتغيير حقيقي لوجه البلاد. يغير ظاهر لي عن هذا الخطاب عنه تغاب على حد من المستشارين مع خطاب النرويج رئيس وزراء النرويج به اللي هي الأولى في التنمية البشرية الآن وموريتاني في 161 في مجال التنمية البشرية حسب هاي السنة. معالي الوزير حد مدة قالت عنها غيرت وجه موريتاني، ظاهر لي عنها يا الله تتخرص، يا كان حلت أي من مشكلاتنا الجوهرية. درا كان مشكلة الوحدة الوطنية انحلت والله زادت بيوسر من الفخاخ تدثرت به السلطة السياسية من أجل اشتغال المجتمع بذاته حتى ما يصيب للسياسة. درايك أنا انحلت المشكلة السياسية ونحن الناس اللي قطعوا في زمن القوس الديمقراطي تم تأديبهم ما بين تاجر مهجر والله الثاني تم تخويفه حتى العنى ومد الرقبة والله بين السياسيين ومارس عليهم من القهر والحرمان القدر الواسع. اليوم موريتانيا ترجع مرة ثانية الأزمة السياسية خانقة، وفي ذاك المجال نقول وين هما كبار التجار اللي كانوا يعطوا باسمهم يعطوا الضمانات للشعب ياك يتغذوا للدولة ولا تلاقوا يأمنوا أنفسهم، ما نظل اللي معاهم السياسيين ونبلاء المجتمع اللي دور الديمقراطية كيفة المصطفى والإمام الشافعي اللي واحد من خيرة أبنائنا وتستفيد منه الدول الأخرى ونحن نطاردوه ونطربوا الانتربول عنها تجيبونا. أرقاش قال عنه غير نظام، قال عنه غير وجه موريتاني، يارتو يقول إنه عنه ابن كلية الزراعة في كي هيدي، يقول إنه عنه ابن كلية البيطرة في النعمة، يقول إنه عن جامعة نواكشوط، والله جامعات عادة تعرف كليات قالها الصيدلة وكليات قالها الصحافة وكليات قالها في مجال التخصصات اللي ما يسمعوه طلابنا ما هو في عالم الخارجي. يا تعود الصحة أطرى فيها شيء ما هو عن طياراتنا ينقالها أمبيلانس، وعن خارج حي في تونس عاد ينقال له حي الموريتانيين والعاصمة التونسية، وعن لم نستطيع خلال 7 سنوات رغم أن قبضنا 2800 مليار وقية قبضناها خلال 7 سنوات بالمعدل المتوسط في موازنة الدولة وحدها من قدر كبير من الضرائب التي أجحفت وأرهقت وأذلت وأفلست كثير جدا من التجار، ومع ذلك ما بيننا بها اقتصادا ما هو طرق تغيرت ولا هو وجه أي شيء تغير في هذا. إذا كان حلينا مشكلة البطالة والشباب العلميين واقفين عند الباب يصطرخون فيها، وعندنا هذا تركة الشباب اللي يعلموا التعليم عن بعد وشاكين ويهم ماشيين خطاباتهم عن طريق الإذاعة يمحوا الأمية ما قطوا خلصوا في الفترات الماضية، والأرقام الدولية تقول أن موريتانيا عنها فيها نسبة 30% من البطالة، والرقم الدولي أيضا في الشفافية يعطينا نسبة 30% فقط هي اللي حصلنا عليها في سنة 2014، والرقم في تدهور مستمر به اللي قط ارتفع شوي زمن من عدلنا ذيك الساعة ذاك القانون وتاب المدانة ذاك المؤشر وقام قاضي تحت. مدة حلت مشاكل موريتانيا وغيرت وجهها معناها أنها عدلت لها الصرف الصحي نواكشوط اللي مغرقها الماء اللي هي عطشانة وتشرب على الحمير. مدة يا أخوتوني عاصمتها تشرب على الحمير ومع ذلك تقول عنها غيرت وجه البلد؟ هذا يلطني يا أخوتوني نراجعوه شوي. من درى يا كان مدى غيرت وجه البلد؟ إذا النظام يقول إنه عنه عمم الضمان الصحي، ويقول إنه عنه عمم الضمان الاجتماعي، ويقول إنه عن الناس اللي ما عندهم شيء كروه حديدة يقول إنه عنه أعطاهم شيء ما هو ذا اللي معطي لهم حالة. صاحب المعالي إحنا عندنا الدين الخارجي واصل الآن لأول مرة 105% من منتوجنا الوطني كامل، 85% دين خارجي من منتوجنا الإجمالي الوطني، ومعروف المقياس الدولي يا تعود ما يلحق 60%. merci monsieur le président. حضرتك vous avez 3 minutes. merci monsieur le président, monsieur le premier ministre, messieurs les membres du gouvernement, je vous souhaite la bienvenue. monsieur le premier ministre, votre déclaration de politique ambition sans nul doute de répondre aux multiples préoccupations de nos populations, notamment celles en milieu rural, à travers la programmation de programmes de développement structurant et intégrateur.
Il s'agit là, Monsieur le Premier ministre, d'une volonté et d'une réalité que nous saluons. Cependant, Monsieur le Premier ministre, bien avant ces programmes, d'autres ont été programmés, mais leur exécution souffre encore de retard. Et je m'en vais citer par exemple pour le cas spécifique de Sélibabi, l'extension de la voirie de la ville de Sélibabi, ainsi que sa modernisation par une nouvelle extension, sans pour autant oublier la réception tant attendue de l'aéroport de Sélibabi qui tarde à être utilisé. Alors, Monsieur le Premier ministre, à quand l'accélération de l'exécution des programmes ambitieux et soutenus que le gouvernement initie au bénéfice des populations d'une façon générale? Et quelles sont les mesures prises par votre gouvernement pour pallier la non-performance de beaucoup d'entreprises qui, pour des raisons de non-qualification, sont en grande partie la cause des retards accusés dans la réalisation de beaucoup de projets infrastructurels qu'elles contractent avec le gouvernement? Monsieur le Premier ministre, dans votre déclaration de politique générale, vous envisagez en matière de développement régional de créer des pôles régionaux de développement. L'appui aux collectivités locales en matière de déconcentration et de délocalisation. La création de deux nouvelles wilayas en une seule illustration. Dans ce cadre, permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de rappeler que la wilaya de Guidimaka, wilaya à forte concentration démographique et à vocation agro-silvopastorale, comprend trois arrondissements dans la Moukata de Sélibabi et pas un seul arrondissement dans la Moukata de Wulienge, alors que les défis du développement de cette wilaya, notamment les défis politico-administratifs et sécuritaires et socio-économiques, exigent de redéfinir son découpage administratif. Pour ce faire, les populations de cette wilaya souhaitent, après le découpage de Nouakchott en trois wilayas, de voir leur wilaya bénéficier de nouvelles Moukata. Monsieur le Premier ministre, les inondations consécutives aux pluies comme celles vécues l'année dernière à Sélibabi et Mbout ont vu de nombreux ménages pauvres exposés à des conditions les plus difficiles et des engagements pris ici et là n'ont pas répondu aux difficultés vécues par ces populations. De telles situations méritent d'être évitées et j'en appelle au gouvernement que vous incarnez pour mettre en place des mécanismes et résolution des situations d'inondation et de prévenir ces dernières en dotant ces populations d'un habit social solide et décent à même de répondre dans la durabilité aux souffrances des populations exposées à ces phénomènes naturels imprévisibles et surtout avec le cycle des changements climatiques constatés. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de revenir sur la nécessité de doter les populations de la wilaya de Guidimaka d'ouvrages hydro-agricoles structurants. Car la wilaya de Guidimaka, jadis appelée le grenier agricole de la Mauritanie, reste le parent pauvre en matière d'aménagement des barrages. Merci. Alors, votre gouvernement envisage-t-il d'intervenir dans ce domaine? Si oui, pouvez-vous nous donner des informations qui seront dans le...